الآن قضية ديال البيجي، القضية ديال البيجي وكل ما يتصل بالفلوس، أنا يا رانيا لا أقشع فيه شيء، لأن يا راه اللي هادشي نقول سي 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 هذا يهدر لكم شوية على هذا داك الشيء الآخر، وكل حاجة مفتوحة. وحنايا باش نقول لكم قبل من الإحصاء، الليلة الإحصاء صيفت رسالة للإنسبكسيون جينيرال دي فينونس، وعيط له وعيط للإنسبكتور جينيرال، قلت له الله يخليك قبل من هذا الشيء بغيتك دير لي واحد الإنسبكسيون جينيرال ديال الوضعية ديال المالية عندنا. درت عندنا الإنسبكسيون جينيرال ديالنا، نهار فاش بدينا هذا قلت لها تكلفي دابا تشوفي داك الشيء اللي تنديرو، قالت لي لا ما يمكنليش دابا، لانه القانون تيخصني حتى يتشد لي مارشي عاد يمكن لي نشوفهم. وهنا انا جالسه تنجمع الوثائق اللي ضروريه ليا وغادي نسعو. فمن هذا الباب هذه، والحمد لله عندنا ناس اكفاء في هذا الميدان، وتنقدم السي إسارة اللي هو المدير ديال الشؤون الإدارية وديال هادشي ديال المالية وغيرها، واللي عندي الثقة المطلقة فيه، واللي عنده جميع الكفاءات، واللي كل المسار ديالو ما عبر إلا عن النزاهة في العمل ديالو والصدق في العمل ديالو.